بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية إرسال أموال من خلال تطبيق البيبال، من خلال خاصية إرسال كصديق أو إرسال كمشتري. هلا في كثير من الأحيان لما تحاول تعمل تحويل من خلال البيبال، عم يحكي لك الشخص الثاني بدي اياك تحول لي من خلال صديق، من خلال كمشتري. هذا شو الفرق بين الطريقتين؟ الخيار الاول لما تحول كصديق، لما الشخص اللي عم بتحوله تكون بتعرفه، فانت ضامن 100% بامكانك تحول له من خلال التحويل كصديق. الخيار الثاني التحويل كمشتري، في خيار حماية المشتري، على سبيل المثال لما عم بتحول لشخص معين والشخص الثاني مجهول بالنسبة لك، فعشان تتجنب أي محاولة نصب راح تحول من خلال طريقة التحويل كمشتري، بحيث إنه صارت مشاكل بينك وبين الشخص المتلقي للأموال بإمكانه التطبيق البيبال يتدخل بيناتكم، بإمكانه هذا التطبيق يسترجع المصاري اللي حولتها بالشكل كامل. فهي الاختلاف بين التحويل كصديق انه ما فينك تسترجع المصاري لما تحولها، اما التحويل كمشتري فيها ميزة حماية المشتري، فبامكانك تسترجع المصاري بشكل كامل في حال صار مشكلة بينك وبين الطرف الثاني. هلا راح نبلش بالخطوات. راح نفتح تطبيق البيبال على الشكل التالي. راح يطلع عندي الواجهة الرئيسية الموجودة على الشكل التالي. بدي اعمل ارسال لاموال. اول شيء بدي اشرح طريقة الصديق. بس على كلمة سندي. هلا هون مطلوب من اسجل اسم المستخدم او اسم الشخص او الايميل الخاص فيه. انا بالنسبة لي راح اسجل اسمه. فرضا هذا الشخص بدي ابعث له المصاري، بدي ابعث له هذا الشخص اللي بدي ابعث له المصاري. هلا راح احط هون المبلغ، فرضا بدي احط يورو. بعد ما حددت المبلغ راح نكبس على الزر الازرق الموجود بالاسفل او كلمة فايتر، بس انا بالنسبة لي الخط شوي كبير فما عم تبين كلمة فايتر بشكل كامل. راح اكبس على المربع الازرق اللي فيه كلمة فايتر، نكبس عليها ضغطة هيك. هلا في عندك خيار، حكيت لما تحول على البيبال في عندك خيار بامكانك تحول كصديق او بامكانك تحول كمشتري. هلا نكبس على السهم الموجود عندي هون، ننزل لتحت بالاسفل عن كلمه انك اوفن. هون عمي هلا من خلال الخيار الموجود عندي هون بامكاني اختار طريقه التحويل، بدي احول كصديق او كمشتري. نكبس على السهم الموجود عندي هون، فرح يطلع عندي خيارين عم يخبروك بامكانك تحول كصديق او كفاميلي، يعني الشخص اللي عم بتحوله هو عائلة بالنسبة لك، بإمكانك تحوله. بس ما لما تحول تختار خيار كعائلة أو كفاميليا ما فيك تسترجع المصاري. والخيار الثاني بدك تحول كمشتري، في ميزة كوف شو تسن يعني حماية المشتري، فلما تحول من خلال هالطريقة بإمكانك تسترجع المصاري. هلا أول شيء فرضا إذا حطيت على بدي أحول كعائلة، حط السهم هيك، فمثل ما شايفين عندي هون عم يعطيني كلمة بغيفات، وبعدها راح اكفي بالخطوات الارسال. هلا راح نعطيها كلمة سندن، هلا اعطيها على كلمة فيرتش، وهيك نكون حولت لهذا الشخص كعائلة. هلا بدي احول لشخص لانه نفس الشخص، بس بدي اعمله كمشتري، يعني بدي احط حماية المشتري لي. الطريقة كمان نفس الشيء، نكبس على كلمة سندن، بالاعلى راح نكتب اسم الشخص اللي بدي احوله المصاري، راح احط اسم الشخص نفسه، هذا الشخص بدي احوله المصاري، ونحط هون المبلغ. بعد ما حطيت المبلغ راح اكبس على كلمة فايتر الموجودة عندي هون بالاسفل، هي كلمة فايتر. هلا يطلع عندك الخيارين، بدك تبعت كاوفنيا كمشتري او كصديق. انا حولت كصديق، ما بدي هيك كصديق، بدي اختار كشو كمشتري، لانه فيه خيار حماية كاوفس شو يعني حماية المشتري، نكبس عليها ضغطة هيك. فراح يطلع عندك كلمة انكاوفن يعني المشتري، عم يخبرك انه البائع سوف يدفع الضرائب، وفي حال حدوث مش مشكلة انه راح يساعدني تطبيق البيبال من خلال ميزة كوف شو تسن. هلا من خلال هالطريقة، هلا بعدها راح اكبس على كلمة سندين. بعد ما تكبس على كلمة سندين راح يتحول المصاري للشخص الثاني، بس من خلال هالطريقة لما تحول كمشتري، لما تصير مشكلة بينك وبين الطرف الثاني بامكانك تسترجع المصاري، لانه انت بكل بساطة حولت من خلال كمشتري، وفيها ميزة حماية المشتري، فبامكانك تسترجع المصاري في حال حدوث اي مشكلة بينك وبين الطرف الثاني. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني احول المصاري من خلال البيبال، من خلال تحويل كصديق او كمشتري من خلال ميزة حماية المشتري. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، واشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.